ان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا بيها دي الحلقه من الاهلي في رمضان. طبعا تابعنا مع حضراتكم يعني قبل ما نطلع لكم على الهواء بثواني نهايه مباراه كانت مهمه جدا الحقيقه. طبعا لازم نقول هارد لك للنادي الاهلي، طبعا فريق الاهلي لكره اليد. كنا نتمنى الفوز بطبيعه الحال، لكن هي الرياضه كده مكسب وخساره، وبالتاكيد برضو دي بتكون فرصه ان يعني نتوقف امام ما يستحق التوقف عنده، في حال وجود ما يستحق التوقف عنده، في حال وجود اي مشكله معينه، في حال وجود اي ملاحظات اي تحفظات، في وقت كافي لتعديل اي مساله كانت ملفته للانظار. لكن بطبيعه الحال كلنا شاهدنا مباراه في منتهى القوه والنديه لغايه اخر ثانيه منها. انا بتفق معاك يا كريم. وعلى كل حال احنا يمكن قبل الهوا على طول كان كباتن في الاستوديو التحليلي يعني بيتناولوا بقى المباراه بشكل اكثر تحليلا، واتكلموا عن السلبيات زي ما كريم دلوقتي كان بيتكلم. اكيد في سلبيات حصلت، لكن هناخد بالنا عشان يتم تصحيحها، وهي دي شخصيه الاهلي. احنا دايما بنتكلم حتى لو فزنا عن الاخطاء، لان انت دايما يا كريم بتبقى حريص ان المباراه اللي جايه والبطوله اللي جايه والماتش اللي جاي يكون افضل، تكون انت في صوره افضل دايما، اللي هي الجمهور بيكون منتظره منك والجماهير العريضه كمان اللي بتكون منتظراه ومتوقعه من الفريق، سواء في كره القدم في اي رياضه تابعه يعني للنادي الاهلي.